هلا حياك الله، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة يا الله مرحبا، وبركاته. يا وعليكم مرحبا. السلام. أنا أعتذر على التأخير. لا أبدا، ما في تأخير. حياك الله، حياك الله شيخ أحمد، وحيا الله فضيلة الدكتور عثمان الخميس، حياك، ورحب أهلا بكم جميعا. وسهلا، حياك الله. قبل أن تبدأ يا شيخ فارس، حلو، نريد يعني تعليق منك موجز حول حديث الثقلين. نعم، جزاك تفضل. الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله على كل حال، والصلاة على النبي وآله خير وآل، وعلى أصحابه المرتضين في أقوال وفعال. أقول بارك الله فيك، لا بد من مقدمة قبل الكلام على حديث الثقلين، وهو أن شرف الموسوي، شرف الدين هذا عبد الحسين الموسوي، ذكر هذا الحديث للدلالة على مطلب الإمامة، وأن الإمامة واجبة، وأن الإمامة حق يجب اتباعه، ومعلوم عند أهل التحقيق وأهل النظر أن الدليل لا بد من ذكر مدلوله، أن الدليل لا بد من ذكر وجه الدلالة منه، وإلا لا يتم الدليل إلا بذكر وجه الدلالة، كما بين ذلك العلامة محمد بن محمد الطوسي، أعني أبا حامد الغزالي في الاقتصاد، وكذلك السيد الشريف وغيره، لأن المنازع أصلا أو المخالف ينازع في دلالة الدليل على مذهب المخالف، فكيف يذكر الدليل ولا تذكر دلالته ووجه دلالته، ويجعل كأنه نص في المسألة وأن تأويله تنزيله؟ هذا من الغلط في الاستدلال عند الموسوي. وأنت ترى في سائر الأدلة التي ذكرها لم يذكر وجها واحدا من أوجه الدلالة على المذهب، ويذكر الحديث كأنه نص في الباب، وكأن المنازع لا ينازع في دلالة الحديث، وهذا من الغلط في الاستدلال، ويدلك على أن هؤلاء القوم كما أنهم لا يحسنون اختيار الحديث الصحيح، كذلك لا يحسنون ذكر وجه الدلالة وصناعة الاستدلال، بل هذه صناعة تكون لأهل السنة لا لأهل البدعة. هذه مقدمة أحببت تقديمها. تفضل. أما التعليق على حديث الثقلين واستدلالهم بحديث الثقلين وأنه دال على إمامة الأئمة ووجوب اتباعهم، أقول الجواب عن هذا الحديث من وجوه، ولعلي أتطفل بين يدي ويكون بين يدي الشيخ عثمان، ويكون كلامي خلا بعد عسلا بعد كلام الشيخ عثمان بارك الله فيه، فقد أجاد وأفاد. أقول الجواب من وجوه. الوجه الأول أن نقول لا نسلم الاستدلال بالأدلة السمعية على مطلب الإمامة وعلى مسألة الإمامة، فإن قيل ما بيانه، قلنا بيانه أن المحقق في مذهب الإمامية أن مدرك الإمامة عقلي لا سمعي، أي أن الإمامة تدرك ويتوصل إليها بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي. فإن قيل أن هذا قولك أن هذا مذهب الإمامية، ما دليله؟ قلنا دليله قول الحلي في كتابه الألفين، في طبعة الكويت من مكتبة الألفين، طبعة عام 1405، قال الحلي في صفحة 38، قال انحصر قول القائلين بالوجوب في ثلاثة أقوال، يعني القول بوجوب الإمامة، قال أحدها أنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعية، واجب بالعقل لا بالأوامر السمعية، وهذا مذهب الإمامية والإسماعيلية. ثم ذكر المذهب الثاني أنه سمعي، وهو مذهب الأشاعرة. ثم قال والثالث القول بالوجوب عقلا وسمعا، قال وهذا مذهب الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة. ثم قال لنا أن الوجوب هنا على الله تعالى لما يأتي، فيستحيل أن يكون الوجوب سمعيا، فيستحيل أن يكون الوجوب سمعيا. إذن لها صفحة 38. إذن نقول الوجه الأول لا نسلم لهم الاستدلال بالأدلة السمعية أو الأدلة النقلية، الحديث، القرآن، الإجماع، على مسألة الإمامة. هذه المسألة الوجه الأول. الوجه الثاني، سلمنا الاستدلال بالسمعية، تنزلنا لهم، لكن لا نسلم أن هذا الخبر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ما بيانه، أي ما بيان عدم صدور هذا الخبر من النبي، لأن الشيخ عثمان وفقه الله ورضي الله عنه قدم من القول الدقيق والنظر الذي بالقبول حقيق في المسألة، وبين أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن نقول سلمنا صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نسلم صدوره عن النبي على جهة القطع واليقين بما تقدم من العلل المثبتة في كلام الشيخ عثمان وفقه الله وبارك الله فيه. ثم أقول الإمامة أصل قطعي، والقطع لا يبنى على الظن، ولا تكون مادة أدلته ظنيا، فإن الدليل الظني الذي ها هنا علة لهذه المسألة
هذا الدليل له معلول ومدلول هو الإمامة، والإمامة أصل قطعي، ومعلوم أن القطعية لا يبنى على ظني، وهم قالوا في فن الحكمة وفن الفلسفة الشيعة يقول لا بد من السمخية والمناسبة بين العلة والمعلول، فلا يطلب من الماء جدوة نار، فكذلك لا يطلب القطع من الدليل الظني، لا يطلب القطع من الدليل الظني. الوجه الثالث، سلمنا أنه صدر عن النبي على صيغة القطع، لكننا لا نسلم أن دلالته قطعية على مذهبهم وعلى مسألة الإمامة. نعم. كيف والمدلول الذي ها هنا الإمامة ليس في الخبر حرف الإمامة أصلا، يعني ده حديث ثقلين لا ترى فيه حرف الإمامة أصلا، فكيف هذا الدليل لا يحتوي على حرف من مدلول من المدلول الذي هو الإمامة، لا ترى حرف الإمامة في الدليل، فضلا أن يقال أن هذا الدليل أصلا يدل على مسألة الإمامة، فالنسبة بين المدلول والدليل المباينة، فكيف يزعم أن هذا الدليل دلالته على مذهبهم قطعي؟ أعني أن هذا الدليل أن ليس فيه حرف الإمامة ولا دلالة على الإمامة حما زعم في هذا، فيكون النسبة بين دلالة الدليل وبين المدلول المباينة، فكيف يقال أن هذا الخبر دلالته على الإمامة قطعي والنسبة بينهما ليست المطابقة بل المباينة؟ شيخنا فارس ونقطع كلامك، تبقى دقيقة لضيق الوقت، تفضل. طيب أختصر أقول الوجه الرابع، نقول سلمنا لهم ما ذكروا وما تقدم، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت، وحرف الترك يدل على أن المترك أمر وجودي، لذلك يقال لمال الرجل إذا توفى الرجل عن مال يقال تركه عن ماله لأنه تركه وذهب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بالحديث الذين كانوا موجودون حال الحديث، يعني موجودون في الوجود لهم حكم الوجود، هم فقط الأربعة علي وحسن فاضل وحسن حسين، فدل الحديث على أن التسعة من ولد الحسين لا يدخلون، فكيف يقال أن دلالة الحديث قطعية؟ أقول وجها خامسا باختصار وأختصر الكلام، أن هذا الحديث غاية ما فيه الدلالة على إجماع أهل البيت. كيف هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بابي، ذكر العترة، علي ليس العترة، فاطمة ليست العترة، ما يصح أن يقال علي عترة فاطمة عترة، هذا لا يصح. كذلك لا يصح أن يقال قل هو الله أحد القرآن أو الكتاب كتاب الله، كتاب الله قل هو الله أحد، هذا لا يصح، بل يقال أن كتاب الله جل وعلا من الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس أن هذا كله كتاب الله، صح هذا المعنى. فكذلك يقال في العترة، العترة علي ليس هو العترة، فاطمة ليست هي العترة، المجموع هو العترة، إذا لا بد من قول المجموع، يعني لا بد أن يتكلم علي بالقول ويتكلم الحسن بالقول والحسين، سائر الأئمة يتكلمون بنفس القول، بعد ذلك يكون ذلك القول حجة. وعلي نحن نطالب الشيعة برواية واحدة تكلم بها الأئمة تتكلمت بها فاطمة تكلم بها الجميع، تكلموا بنفس الرواية بنفس اللفظ، وأنا أقول دونهم ودون هذا خرط القتاد، لا سيما مع المهدي. على كل حال جزاك الله خير، لكن تقول الوقت ضيق، لكني أختم بكلمة أقول مع هذا كله ومع المعارض القوي لا تبقى للدليل الحديثي دلالة قطعية، بل يبقى دلالة الحديث ظنية، وقد نص الخرساني في كتابه كفاية الأصول صفحة 495 أنه لا يصح الاستدلال على الإمامة نحوها بالأدلة الظنية. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم وينفع بنا وبكم. جزاك الله خير شيخ فارس، ولا حرمنا من مشاركاتك الطيبة، أسأل الله أن يكتب أجرك وينفع بكل إسلام والمسلمين. شيخنا الحبيب.